بالله متابعينا، نرحب فيكم في أول شاطئ في مملكة البحرين خالي من الصخور، ألا وهو الشاطئ الذهبي. يضم الشاطئ أطول أعاب مائية في العالم، وبتم تسجيلها في موسوعة غينيس إن شاء الله الشهر الجاي. أول ملعب كرة قدم يقع على البحر بأرضية بمواصفات الفيفا. كله بعد في ممشى بطول 2 كيلومتر مطل على البحر.